فطبعا اتمنى ان شاء الله اللي دايما يكونوا في ظهرنا واحنا الناس ان شاء عايزه الله. تطمن على الاصابات، يعني طمنا شويه، يعني الناس عايزه تطمن على وسام، على اشرف داري، على كريم فؤاد، على محمد هاني. وسام طبعا عنده كان يعني عنده شرخ اجهادي بسيط يعني في صباع رجله يعني، الحمد لله يعني ان شاء الله من خلال اسبوع ان شاء الله يبقى معانا يعني، حلو، ان اسبوع شاء الله ان شاء الله اسبوع 10 تمام. ايام يعني. نعم كويس. في اشرف داري برضو ان شاء الله يرجع برضو خلال برضو اسبوع او 10 ايام برضو ان شاء الله يكون موجود معانا بشكل كويس يعني. حلو. هم دول يعني طبعا علي معلول ان شاء الله اتمنى ان شاء الله الفترة اللي جاية برضو يكون قرب. اقرب هو بيشتغل بشكل كويس صراحة وعلي دايما يعني. انا بقول انه مقدر من الاهلي، جهاز انا فني ولاعيبه واداره ما هو وجمهور النادي وكل الاهلي الناس. عمره ما بينسى حد نعم. اشتغل واخلص وادى بكل طاقته يعني، فهو عنده علاقة كويسة جدا بجمهور النادي الاهلي يعني، على قد ما هو ادى على قد ما الجمهور دايما في ظهره، وهو يستحق الصراحة يعني. طبعا. على فكرة يا كابتن ان الجيل الموجود دوت يعني يعني مش عاوز اقول لك كل الناس الموجودة يعني مش شخصيات كويسة جدا، سواء على المستوى الفني سواء على المستوى الإنساني سواء على المستوى الشخصية. جيل أعتقد اللي هم عملوا وكملوا مسيرة أجيال قبل نعم كده كانت في تاريخ النادي الأهلي، شايف التقدير ده من الجمهور بشكل كبير جدا يعني، بيدعموهم في كل الأوقات. هتحضروا لعلي ماتشات ودية؟ طبعا لو متاحة بالنسبة لنا طبعا يعني، نعم لكن انت حضرتك عارف دلوقتي احنا بنلعب كل 3 ايام، نعم فانت ما بتلحقش. اتمنى ان شاء الله يكون في فترة توقف ان شاء الله نقدر. امتى علي ينزل الملعب من وجهة نظرك تقريبا؟ ما هي برضو يا كابتن انت عارف يعني الاصابة برضو مش سهلة، طبعا، اصابة بس كبيرة. انا شفت استعداداته ما شاء الله، هو يعني بيشتغل هو بيشتغل يعني عشان الكلام اللي مرتين قالوا لي على يعني على اول ديسمبر او الاسبوع الاول من ديسمبر. يعني، هو المتوقع ان شاء الله يعني اخر يعني نص 12 ان شاء الله نص يكون 12. ان شاء الله يعني. هو بيشتغل بشكل كبير جدا مع كابتن نعم. نجار برضو، مع الناس اللي موجوده في العلاج الطبيعي والتاهيل، الناس برضو الصراحه بيشتغلوا معاه بشكل كبير جدا يعني، بيشتغل معاهم حب كمان يعني، حابين ان هو طبعا. يرجع. فعلي من اللعيبه طبعا يعني اللي لا غنى عنها يعني، وان شاء الله ان شاء الله يرجع اقوى من الاول باذن الله. وانا عايز اقول للناس على فكرة انه عقد علي مستمر مع النادي الاهلي، والقسط الاخير بالنسبة له نزل له تمام التمام في القبض، لانه النادي الاهلي دائما وابدا بيفي بكامل التزاماته مع كامل اللاعبين، فما بالك بعلي معلول والكلام اللي قاله الكابتن سامي ابو صانع. كويس انه طمنا على اسامه ابو علي، بس عشان ايه قصه شرخ اجهادي ما تعملش، هو جازع جديد اللي هو بيسموه، يعني ايه، لانه في صباع الرجل، فبتبقى قصه بسيطه، مش يعني ممكن يتلعب عليه، مش عشان حضرتك تبقوا عارفين، بس لمزيد من الامان والاطمئنان. بالظبط يعني. صح كده لا ولا انا بالظبط بتكلم لا غلط؟ بالظبط يعني ممكن بتتربط بشكل كويس، عامل بشكل كويس، لكنه انت عايز تضمنه اكتر، مثلا طبعا ممكن يكون طبعا جاهز معاك على ايرلاند بيراتس ان مثلا شاء الله ان ان شاء شاء الله الله يكون معاك بدون مقاطعه.